انهم يريدون ان يقولوا اننا هنا اننا اقوياء فرسان اسود ابطال اشاوس خافوا انتم يا شعب يا ابن شعب خافوا رعبوا اصمتوا اصبروا على الضيم ايأسوا من نيل الحقوق لا تفكروا في الاصلاح لا تتطلعوا إلى ما تتطلع إليه كل شعوب الدنيا من الحرية والكرامة إننا غزاة مرتزقة من أجل إذلالكم قتلكم تصفيتكم ظلوا في بيوتكم قابعين خائفين مرعوبين لا بد أن تركعوا وتستكينوا خائفين وتستكينوا خانعين لأي حكم يصدر في حقكم وتسلم تسليم العبيد تبقون على كلمتكم لن نركع إلا لله طول الدهر وكان جواب هذا الشعب دائما وسيبقى أبدا بلا تغيير هيهات من الذلة